من القصص العظيمة اللي ترتجف لها القلوب، اللي فعلا تعرفك هو ربنا بيعامل الناس ازاي. قصة سيدنا ايوب، قصة سيدنا ايوب ده كان تاجر كبير قوي يا جماعة. سيدنا ايوب ده كان ملتي بليونير، مش ملتي بليونير. سيدنا ايوب كان عنده قصور واراضي وانعام، مفيش نوع من انواع المال ما كانش عنده، وزوجته اللي بيحبها، وعنده اولاد كتير ذكور واناث. تخيل سيدنا ايوب، وايوب اذ نادى ربه. واحد عنده بقاله 18 سنه مرض مزمن، واحد ملتي مليونير وفجاه فلوسه راحت وعياله راحت. ده مفيش، محدش هيبتلى في الدنيا ابتلاء ايوب. وايوب اذ نادى ربه. الله، يعني انت يا رب خلقني عشان اللحظه اللي هرفع لك ايدي فيها. يعني انت يا رب خلقني عشان اللحظة اللي هرفع ايدي وقلبي مليان رجاء في غناك وقدرتك ورحمتك ورأفتك وبرك واحسانك. من عمل ايه ايوب؟ لما ايوب رفع ايده، لما ايوب نادى، لما ايوب احسن الظن بالله، ربنا عمل ايه؟ فاستجبنا له فورا، فورية، فكشفنا ما به من ضر. به ده يعني كل مشاكل حياته، كل همومه، كل ابتلاءاته، هو ربنا يقدر انه يحلها مرة واحدة كده. هو الفرج بيجي في لحظة كده. هو ربنا قادر انه يغير كل حاجة وحشة في حياتك لحاجة حلوة. هو ربنا بيعمل كده فعلاً.